العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله سبحانه وتعالى. الأحكام السلبية للوجود. الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية. انتهينا وبحمد الله من ما يتخصص به الوجود أو ما يتخصص أحكام الوجود الخاصة بحسب الحقيقة وأصالة الوجود. وقلنا تلك التخصيصات هي ناتجة عن أين القلب الثاني. أحكام الوجود السلبية. قبل أن ندخل في صلب الموضوع ونذكر أحكام الوجود السلبية، أولا نقول ما الفرق بين هذا البحث والأبحاث السابقة. ما هو سابقا في الأبحاث السابقة ذكر أحكام الوجود الثبوتية مفهوما ومصداقا. دقق على هذه مفهوما ومصداقا إلى الفصل السابع، يعني إلى السادس. ما قبل هذا الفصل كان يتكلم عن أحكام الثبوتية. أولا البحث الفصل الأول كان عن مفهوم الوجود كأنه مفهوم بديهي، وثانيا ماذا كان بعد مفهوم الوجود؟ أن المفهوم مشترك معنوي. ثالثا أن هذا المشترك المعنوي مفهوم زائد على الماهية. رابعا أصالة الماهية. خامسا حقيقة الوجود الواحدة المشككة. سادسا في خصائص الماهية خصائص الوجود المتفرعة عن أصالة الماهية، أصالة الوجود وحقيقة الوجود الواحدة. الخصائص الأولى والثانية والثالثة هي بحسب ماذا؟ أصالته. ولأنه عندما نقول يتخصص بذاته القائمة بذاتها، حقيقة الوجود تتخصص بذاتها القائمة بذاتها، هو ماذا؟ ناتج عن الأصالة. والمراتب الطولية خصيصا الترتب الطولي والترتب العرضي عن ماذا؟ وحدة الوجود. وهذه أيضا ماذا؟ أحكام. يعني ما نقول تلك الخصائص ذكرها في الفصل السادس أيضا متفرعة ماذا؟ عن الأصالة، ومتفرعة عن وحدة الوجود، وأيضا أحكام ماذا؟ ثبوتية. هنا أما في هذا البحث فيتعرض المصنف إلى الأحكام السلبية للوجود. الأمر الثاني قبل الدخول في الأحكام لابد من التنبيه إلى عدة أمور. واحد ألف موضوع، أن موضوع هذا البحث الحقيقة الخارجية للوجود. لا مفهومه فقط في الخارج. ب هذه الأحكام السلبية ناظرة
إلى أو ليست ناظرة إلى مرتبة معينة، بل تشمل جميع مراتب الوجود، ومن جملتها واجب الوجود تعالى، يعني تشمل حتى واجب الوجود. جيم معنى السلبية، هنا المعنى الأول أن معنى السلبية سلب، طبعا في علم الكلام، في علم الكلام هناك في بحث الصفات الإلهية بحثان، قسمان صفات إلهية، قسمان صفات ثبوتية وصفات سلبية. ماذا كان المقصود بالصفات السلبية؟ نعم، العرف عندما نقول صفات سلبية يعني ماذا؟ سيئة. فلان يستغيب فلانا، فلان يسرق، فلان كذا، فلان كذا، وهذه صفات سلبية تنسب إلى ذلك الشخص وهي نقص. والحال أنه عندما نقول منزه سبحانه وتعالى هذه الصفات، في الصفات السلبية نريد ماذا؟ أن ننفي ونسلب النقص عن ذلك. وكذلك هنا في الوجود معنى السلبية سلب النقص عن الوجود، أي سلب السلب، نتيجته الإيجاب. وبالتالي انظر، وبالتالي ترجع هذه الصفات إلى الثبوتية. عندما تقول ليس بجاهل، عمالة عالم، وهذه عالم صفة ثبوتية، بعبارة أخرى هذا البحث تتمة لرفع بعض الإشكالات التي قد ترد ماذا بعد إثبات الصفات الثبوتية. إذا معنى السلبية سلب النقص عن الوجود، والنقص سلب، إذا سلب السلب النقص، هذا عندما يعني أقول سلب السلب يعني ماذا؟ السلب الأول واقع، والنقص يعني سلب، سلب النقص يعني سلب السلبي، ويجب الإجابة يعني نرجع إلى الصفات الثبوتية. بعبارة أخرى هذه الصفات التي تسلب ثبتت من خلال الصفات الثبوتية، يعني عندما تقول الله سبحانه وتعالى عالم نتيجته ماذا؟ ليس بجاهل. إذا أثبت أنه عالم تنتفي الصفات الخاصة، وتكون هذه الصفات ماذا؟ سلبية مجرد توضيح. وبالتالي الأبحاث السابقة للوجود ما هي؟ خصوصا في المصداق وليس في المفهوم، في المصداق وليس في المفهوم، عندما نقول أصالة الوجود وحقيقة الوجود الواحدة المشككة تنفي هذه الصفات، وبالتالي هذه الصفات التي سوف نذكرها سوف نعتمد على نفيها يعني سلب النقص عن الوجود، على أصالة الوجود وعلى حقيقة الوجود الواحدة المشككة نعتمد هنا، وبالتالي تكون ماذا؟ توضيحية ونتيجة لتلك الأبحاث، لكن نحاول أن نستدل عليها ببراهين، نحاول أن نعتمد على براهين في إثبات ذلك. هذا كمقدمة. إذا المقدمة الأولى ما تقدم هو
هي أبحاث عن ماذا الصفات الثبوتية أو ما له علاقة بثبوت الوجود. وهذا البحث عندما نقول الصفات السلبية لابد ماذا أن ننتبه إلى أن أولا كلام العين في المصداق يعني في الحقيقة الخارجية، وثانيا أن هذه الأحكام الخارجية الأحكام السلبية ليست مختصة بمرتبة معينة لا طولية ولا عرضية بل تشمل كل المراتب. والسلب الصفات السلبية من معنى السلبية هنا ماذا؟ نفي نقص ليس كما هو متبادر عرفا، لأن السيد جاء نترك هذه. نبدأ الآن ماذا؟ عنوان الأحكام السلبية للوجود. حقيقة الوجود الحكم الأول لا غير له، لا غير للوجود. جيد، هناك اصطلاح غير، ما المقصود بالغير؟ المقصود بالغير ما يخالفه، اي لا انظر انتهيت من الكتابة. عندما نقول الكلام عين في الحقيقة الخارجية ولا غير للوجود، لو كان عندما نقول لا غير للوجود يعني لا حقيقة ولا تحقق في الخارج بغير الوجود، هذا هو معنى الكلام، واضح؟ وبالتالي أي لا تحقق، بما أن كلامنا في الحقيقة الخارجية لا تحقق لغير وجود، واتضح من خلال ما سبق. لماذا لا غير للوجود؟ طبعا هنا نقول نشير إليه إلى هذا الحكم باستدلال عن طريق قياس من الشكل الأول، قياس يعني قياس اقتراني حملي مقدمة أو صغرى، نسميها صغرى أو مقدمة أو يعني صغرى كبرى. الصورة ما هي؟ غير الأصيل غير الوجود، هذا الكبرى غير الوجود غير أصيل. وغير مقدمة الكبرى غير الأصيل ماذا؟ باطل ينتج عندنا غير الوجود. المقصود بالباطل يعني اعتباري؟ نعم لا اعتباري غير. هذه المقدمة ثبتت من خلال أصالة الوجود، وهو مع الأصالة مع الأصالة أن غيره لا تحقق له، غير الوجود غير أصيل. غير الوجود غير أصيل نتيجة لماذا؟ نتيجة لبحث أصالة الوجود.
معنى الأصالة يعني التحقق والخارج كلها للوجود، إذن لا غير أصيل. والكبرى غير، طبعا هذا تستطيع أن تبينه، وماذا نقول بيانه حتى نختصر نحن، بيان الصغرى وبيان الكبرى. بيان الكبرى غير الوجود ما هو؟ إما ماهية أو عدم. وكلاهما باطل، لأن أصالة الوجود تنفي الحقيقة والواقعية عن غيره، فيكون غيره باطلا، بمعنى لا تحقق له ذاتا. مضايقة ذاتا، قد يكون ماذا ذاتا، ذاتا لا تحقق له لأصالة الوجود، لكن قد يكون له تحقق ماذا في الوجود، ليس ذاتا ثانيا وبالعرض كالماهية. العدم واضح، العدم أصلا ليس بشيء أو لا شيئية له أو لا أو أي شيء تصفه لا يمكن أن يصف العدم. العدم مجرد مفهوم، عدم مجرد تحقق مفهومي. أما أن يقول لها تحقق واضح أن العدم باطل محض، والماهية أيضا باطلة في ذاتها لأصالة الوجود، فلا تحقق لها إلا بوجود، ووجودها فقط وتميزها في الدين. فيكون الغير أو غير فيكون الغير باطلا أو فيكون غيره، غيره فيكون غيره باطلا لا تحقق له ذاتا. هذه كلها يعني حتى كلتا المقدمتين بعد ذكر أصالة الوجود بديهيتان. هذا هو الحكم الأول، لا غير للوجود. إذا تذكرون أنه في حقيقة واحدة مشككة، قلنا إن الامتياز إذا كان في جزء من الذات فجزء الذات لا بد، يعني مقوم للذات لا بد أن يكون خارجا عنها، وبالتالي ماذا؟ يعني إذا كان هناك جزء مقوم للوجود لمرتبة مراتب الوجود، يعني ماذا؟ لا بد أن يكون غير الوجود، ولأصالة الوجود لا غيرية للوجود، خلاف كونه أصيلا أن يكون لغيره تحقق بعد كونه ماذا؟ أصيلا. فقط أنت تذكر أن معنى الأصالة هو الأثر الخارجي، يعني أن يكون لجزء ما أثر في اختلاف وجود عن وجود آخر وهو غيره، وهو غير الوجود ماذا؟ يلزم أن يكون لغيره أثر في ذاته، وبالتالي باطل، يعني أنه لا غير له أثر في ذاته لوجود لثبوت ماذا؟ أصالة الوجود. هذا هو الحكم الأول السلم. الأفضل أن نقرأ العبارة حتى لا يكون هناك تراكم فيه، لأنه نوضحها في الآن. قال الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية، منها فانظر هذه المقدمة ليست موجودة، طبعا أشار إليها في الثانية هنا، هذه أشار في الحاشية، لازم الحاشية موجودة عندكم هنا، إلى هذه الأمور، لكن ذكر رابعا، رابع يرجع إلى هذا الثاني.
أن مرتبة الواجب تعالى إحدى مراتب الوجود. في الحاشية ذكره رابعا ويرجو ثانيا. على كل قال في أحكام الوجود السلبية ووضحنا معناه سلب منها يعني الحكم الأول أن الوجود لا غير له، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته. يعني ماذا انحصار الأصالة في حقيقته؟ يعني أن الأصالة له فقط. للوجود يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه. طب يعني ما إذا قلنا أن هناك غير، غير الوجود؟ طبعا كما قلت أنا مقدمة بيان الغير، أنت بين الغير، الغير يعني ماذا؟ مخالف له، ليس وجودا، حتى يتبين الفرق بين الحكم هذا والحكم الثاني. غيره يعني غير الوجود، وغير الوجود إما الماهية أو العدم. بشكل أعممهما ليس مقصوده وجود آخر. إذا كان مقصود وجود آخر يعني ماذا؟ يعني تكرر، سوف يأتي هذا الحكم، تكرر الوجود. لكن هنا مقصوده أن الوجود لا غير له، بمعنى أنه لا حقيقة لغير الوجود، مخالفة للوجود. لذلك أنا قلت هنا مخالفة، المقصود من الغير ما يخالفه، يعني ليس وجودا، ليس وجودا، وبالتالي أصالته ماذا؟ تنفي أن يكون لغيره أي أثر، وبالتالي أصلا ماذا؟ لا يوجد في الخارج عندنا إلا وجود. إذن يستلزم، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه. انظر هنا أجنبي عنه، أجنبي عنه يعني غير الوجود. بطلانا يستلزم بطلانا كذا وكذا، بطلانا المفعول المطلق، بطلانا ذاتيا، باطل ذاتا يعني في ذاته، هذا معنى بطلان ذاتي، في ذاته لا يتحقق له، لكن قد يتحقق ماذا؟ بوجود. الماهية لا وجود لها إلا في الذهن، كهذه حدود معينة لنقول حيوان ناطق مثلا وغير ذلك. وهذه التعريف الحقيقية هي عبارة عن ماهيات، وهذه الماهيات لا وجود لها إلا في الذهن بهذا الوجود. هذا بالنسبة إلى الحكم الأول. بالنسبة إلى الحكم الثاني، الحكم الثاني قال الحكم الثاني لا ثانية للوجود، أي لا توجد حقيقة موجودة أخرى غير حقيقة الوجود الواحدة المشككة. هذا بيانه معنى لا ثانية الوجود. يعني عندنا قد يقول قائل هكذا، سلمنا أنه لا غير مخالف للوجود، قد يكون له هناك كما أثبتتم حقيقة الوجود الواحدة المشككة، أيضا عندنا حقيقة وجود أخرى. حقيقة هذه الوجود الأخرى أعم من كونها مشككة أو غير مشككة، بشكل أعم نقول حقيقة وجود أخرى غير هذه الحقيقة. يعني عندنا وجود صحيح تبقى أصالة الوجود، لكن عندنا حقيقة وجود أخرى. الآن أنت تتصور هذه حقيقة وجود أخرى، الحقيقة للوجود في الخارج وحقيقة واحدة مشككة. عندنا وجود فرد آخر بهذا المعنى يصبح، عندنا فرد لحقيقة الوجود آخر غير الحقيقة المشككة، إما أن تكون هي نفسها أو يعني
ايضا مشككه حقيقه اخرى مشككه او لا، وبالتالي يشتركان هذان الفردان يشتركان باي شيء في حقيقه الوجود ويختلفان. الان ناتي واضح عندنا الكلام، عندنا وجود ووجود اخر، بالتالي صار عندنا فردان لحقيقه الوجود، حقيقه الوجود له حقيقه وله فردان، هو حقيقتان يعني هو هذا حقيقه لها فردان تختلف يختلف كل فرد عن الاخر بشيء ما، وهذا لا ينفي ماذا اصاله الوجود هكذا بحسب الفرد هكذا. يعني صار عندنا حقيقه اخرى مميزه عن الحقيقه السابقه وهي حقيقه الوجود الواحده المشككه. طيب نستدل عليه او نشير اليه بقياس اقتراني من الشكل الاول، مقدمه صغرى كبرى نتيجه. الصغرى ما هي؟ الوجود صرف في نفسه وصرف الشيء لا يتكرر ولا يتثنى، لا يتكرر ولا يتثنى. النتيجة الأوسط ما هو؟ صرف الوجود لا يتكرر ولا يتثنى. الآن هنا نبحث بشكل مستقل بيان الصغرى، بيان الصغرى. معنى الصرف هنا أنه لا ينضم إليه أو لا تنضم إليه ضميمة أخرى متممة له، جيد، ما علاقته بالوجود؟ نقول هذه الضميمة الأخرى لو إذ لو كانت هناك ضميمة أخرى مكملة للوجود، إما أن تكون مغايرة له أو لا، يعني الوجود أو لا، وعلى الثاني هذا بالحصر، نقول بالحصر بغض النظر عن أصل المسألة، هذه الضميمة للوجود إما أن تكون مغايرة للوجود أو لا، على الثاني ليست مغايرة للوجود، إذا ماذا؟ عاد ما كان خارجا عنه داخل أو ليس خارج عنه، يعني هاي الضميمة، أي ليس بضميمة، يعني هذه الضميمة يعني نقصد بها الذاتي للوجود، الذاتي
الذاتي. وهذا الآن فرضنا نحن هذه الفروض نقول أن هذا طبعاً هو سوف يكون ذاتيا للوجود. يعني الذاتي غير هو الآن الذاتي عندما قلنا الجزء الذاتي إما أن يكون الجزء مشتركا أو يكون الجزء غير مشترك. الامتياز يكون حينئذ إذا كان هناك اشتراك يكون الامتياز في الجزء المقوم أو في الجزء الخارج ما هو خارج عن ذات. هنا الضم عن كل أي شيء تفرض سواء كان ذاتيا أو غير عارضا كما مر معنا سابقا في الجزء في عندما أثبتنا وحدة الوجود مشككة. فقط هذا ماذا تكراري يعني مجرد توضيح لما مر معنا سابقا وخارجا عنه ليس بخارج عنه يعني ليس بضمير أصلا. وإذا كانت نفسها نفس الوجود وبعد ماذا ليست بخارج عن الوجود ليست ضمير وإما وعلى الأول أن غير الوجود يلزم ثبوت الغير له وثبت بحسب الأصالة بحسب الأصالة وبحسب الحكم الأول أنه لا غير له. جيد هذا كان الصورة بيان الكبرى. هل يوجد فرق مع اصطلاح البساطة الصرف والبساطة وهذا مع الصرف نفسه لكن تأتي إثبات الصرافة بنحو آخر يأتي إثبات الصرافة بنحو آخر هو كما أحسنت وهذا توجه جيد الصرافة يعني هي البساطة لا يتركب من جزء آخر قوي تتمته طبعا تأتي في الحكم الثالث للبساطة الصرافة الصرافة تنفي يعني وجود الغير والبساطة تنفي التركيب نتيجة البساطة أصلا ما معنى بسيط نقول الله سبحانه وتعالى بسيط بسيط هو غير مركب وبسيط يعني مبسط لا حدود وبالتالي هو في مقابل المركب وفي مقابل أيضا غيره لا غيره لماذا لا غيره ببساطته يعني ماذا شموله لكل ما هو موجود وبالتالي لا غيره طبعا المعنى واضح لكن نحن نحاول أن نسد عليه ماذا بدليل إذا كان بسيطا البسيط يعني ممتد الأرض المبسطة يعني ماذا ممتدة لا يوجد فيها تعرض وبالتالي تشمل إذا قلت أن الوجود بسيط يعني ماذا كل ما تغطى فهو يدخل في الوجود فلا يتكرر يعني لا يكون هناك وجود آخر عندنا وجود واحد ولا أيضا ماذا يتركب من جزء خلاف البساطة لكن هنا نحاول من جهة معينة يعني كما قلنا الصرافة هنا لا تنضم هذا مع الصرافة وبالتالي هو نفسه البساطة وثبت بحسب وثبت بحسب الأصالة وبحسب الحكم الأول الذي هو هنا حكم السلبي الحكم الأول السلبي أنه لا غير له غير باطل بشكل عام من الصرفة يعني لأن الصرفة تنفي الغيرية يعني طبعا هذا بحث آخر الآن لا نريد أن ندخل حتى لا يطول الوقت لكن هذا لأن البساطة في نفسها هي تعني أيضا عدم التكرر البساطة في نفسها هي تعني أيضا عدم التكرر لأن قلنا عدم الكون بسيط يعني لا يوجد غيره كونه بسيط لا يوجد غيره وإلا إذا كان يوجد غيره إذا صار محدودا ومحدوديته يعني ناقص ونقصه يعني ماذا تركبه من وجدان وفقدان وتركبه من وجدان وفقدان يرجع إلى التركب من الماهية وغير يعني من الماهية الوجود الماهية تتركب من جنس وفصل وإلى آخره انظر كله يرجع إلى واحد كله يرجع طبعا هذا بالنسبة إلى الصرف وبالنسبة إلى البساطة عندما نأتي نبين الحكم الثالث طول ما تتبين عفوا
هذا بالنسبة إلى الصورة. بالنسبة إلى الكبرى صرف الشيء لا يتكرر، إذ لو تكرر الصرف لكان إما هو إما نفس الأول أو غيره. فإذا كان نفس الأول رجع ما كان ثانيا أولا، رجع أولا يعني أي لا يختلف عن يعني واحد، أي هما واحد. وإما وعلى الثاني، وعلى الثاني غيره. إما أن يمتاز، طبعا ألا تصور إذا قلنا عبرنا بغير هذه، إذ لو تكرر صرف لكان إما نفس الأول أو يمتاز عنه أفضل. هنا نعبر حتى يتناسب مع جوابنا هنا، إما لا يمتاز عنه بشيء أو لا، يعني لا يمتاز يعني أو يمتاز عنه، أي يمتاز عنه، هذا أفضل. وإن كان نتيجتهما واحد، لكن نحن نريد أن نبحث من ناحية ماذا الامتياز وعدم الامتياز. هذا الثاني الذي ربطه ثانيا تكرر، إما أن لا يمتاز عنه بأي شيء أصلا، لا يمتاز عنه شيء بأي شيء، وبهذا ماذا؟ يعني أنه نفسه الأول. وإما أن يمتاز عنه، وعلى الثاني إما أن يمتاز عنه بما يرجع إلى الاشتراك، أو لا. وعلى الأول يثبت كونه ليس خارجا عن حقيقة الوجود الواحدة المشككة، وعلى الثاني يلزم ثبوت غيره وهو باطل لبطلان غيره. إذا انتهينا من الكتاب أخبرني حتى موضح. إذ لو تكرر الصرف لكان إما لا يمتاز عنه بشيء أو لا، يعني يمتاز عنه. فإذا امتاز هنا، أكمل هذه حتى تصبح، إذا كان لا يمتاز عنه بشيء، يعني هذا هو توضيح النفس الأول، النفس الأول حتى تكون العبارة موافقة. فإذا كان لا يمتاز عنه شيء رجع ما كان ثانيا أولا، أي هما واحد. انتهينا من الكتابة حتى نوضح هذا. أنا أظهر الآن شيء الوجود متكرر. هذا الكتاب بنفسه، هذا الكتاب تكرر، عندنا كتاب بداية آخر مثلا،
جيد. الآن هذا الكتاب الآخر، إما أن تقول لي أن النفس الأول لا يمتاز عنه شيئا، لا يمتاز عنه شيئا بأي شيء، فتقول لي هذا لو منعته نفس النسخة هذه باللون والشكل وكل ما في داخل هذا الجسد، ونفسه تقول لي نفسه وتكرر، أقول لك لا ليس نفسي، ليس نفسه. لماذا؟ من يقول لماذا؟ ليس آخر. أحسن، على الأقل ماذا شغل حيز؟ هناك جهات اختلاف واحد، على الأقل هناك جهات اختلاف واحدة التي هي أنه شغل حيزا آخر، وعلى الأقل ماذا صلى في مرتبة أخرى، صلى في وقت آخر أيضا، لم يصل في نفس الآن الذي صدر في هذا الكتاب، صحيح الكتاب الأول. إذا هناك جهة اختلاف، إذا لم يختلف لا في الزمن ولا في المكان ولا في التركيب ولا في أي شيء، رجع مكانه ثانيا أولا نفسه، إذا لم يتكرر، ثبت ما هو المطلوب لا يتكرر للوجود. وإذا كان هناك امتياز ولو بجهة واحدة، ما به الامتياز ما هو؟ إذا كان يرجع إلى الوجود، إذا ثبت ما كان ثانيا ليس بخارج عن حقيقة الوجود الواحدة المشككة، واضح عين الكلام؟ ما به إذا كان يمتاز الثاني عن الأول، طب جيد، هذا الامتياز بأي شيء؟ إذا كان يرجع ما به الامتياز إلى ما به الإشراك، ثبت ما كان ثانيا ليس بخارج عن حقيقة الوجود، إذا ثبت أنه ماذا؟ حقيقة واحدة بشكل. وإذا كان ما به الامتياز غير ما به الإشراك، رجعنا الإشكالات السابقة في مسألة ماذا؟ الامتياز عن غيره ما هو؟ لا تحقق له، بل هو باطل محض، لأن يعني غيره إما أن يكون جزءا مقوما أو عارضا، ولا غير للوجود لأصالته. إذا دخل عندنا في هذا الاستدلال أصالة الوجود، ودخل عندنا حقيقة الوجود واحدة المشكلة، واضح عين؟ صار واضح الاستدلال أين هو؟ نكرر أو يكفي؟ نكرر. المقدمة الأولى واضحة، المقدمة الأولى بما أنه ماذا أصيل، فلا بد أن يكون ماذا صرفا، لأن الصرف معنى الصرف أنه لا ضميمة عليه، هذه الضميمة إما أن تكون هي نفسه، وإذا صارت ثانيا لم تختلف عنه، وإما أن تكون جزءا مقوما خارجا عنه، فبالتالي تكون غيرا ولا غير الوجود بحسب الأصالة والحكم الأول. والمقدمة الثانية التي هي الكبرى، لو تكرر الوجود، لو تكرر الوجود، هذا التكرر الثاني للوجود ما هي حقيقته؟ إما أن تقول أنه يمتاز عنه أو لا، إما أن لا يمتاز عنه أو لا، يعني لا يمتاز عنه الإثبات، صار واضح حتى لا يشتبه، لا يمتاز، لا يعني أي يمتاز نتيجة لا بضمها إلى لا الأولى تصبح إثبات. إذا لم يمتاز عنه بأي شيء ولو بجهة واحدة، ما فرضته ثانيا صار أولا لأنه صار واحدا، لا بد الاثنينية فرع يعني كثرة، فرع الامتياز، الكثرة فرع الامتياز، وإلا فرع الامتياز يعني متوقف على الكثرة، متوقف على الامتياز، يعني لا بد أن يكون هناك ماذا؟ امتياز. ما فرضته ثانيا لو لم يكن هناك امتياز بينه وبين الأول ولو بجهة معينة، تقدم وتأخر رتبي، حتى تقدم وتأخر الرتبي لصار ماذا؟ واحد. واضح العقل واضح بديهي. وإذا كان هناك امتياز، إما أن يرجع هذا الامتياز إلى ما به الاشتراك، لأنه نحن كما قلت كمقدمة قبل الدخول في الحكم بيان الحكم، أنه عندنا حقيقة وجود، لكن هذه الوجود أيضا متفرع لها فردان، فرد حقيقة واحدة مشككة وفرد آخر قد يكون هذا، وحقيقة واحدة مشككة أو غيره، بالنتيجة ماذا؟ هناك اشتراك في حقيقة الوجود، كلا الفردين للوجود، صار عندنا حقيقتان فردان لحقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الثانية أيضا وجود، ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك، إذا ماذا؟ ليس بخارج عن حقيقة ماذا؟ الوجود الواحدة المشككة، إذا لم يتكرر. وإذا كان غير ما به الامتياز لا يرجع إلى ما به الاشتراك، إذا هو ماذا؟ غير الوجود، وغير الوجود باطل محض،
وبالتالي ماذا؟ لا غير يعني لا يبقى. يثبت ماذا؟ عدم تكرر الوجود ووجود حقيقة أخرى للوجود. قال هذه التي ثبتت. كان نطبق العبارة أخرى حتى لا تبقى لغت. ومنها قال أنه لا ثانية من الحكم الثاني، لا ثانية له، لأن أصالة حقيقته الواحدة، أصالة أولا الأصالة والحقيقة الواحدة، وبطلان كل ما يفرض غيرا له. أين ثبتنا؟ ثبتنا هنا من كليهما بطلان غيره ما به الامتياز إذا كان لا يرجع إلى ما به الاشتراك، ينفي عنه كل خليط داخل فيه. يعني ماذا داخل فيه؟ أجنبي يعني خارج عنه، دخل ماذا؟ داخل فيه أو منضم إليه. وهذا طبعا هذا عطف تفسير نفسه عن كل خليط داخل فيه، يعني لم يكن منه ثم دخل غيره. أحسن. أو منضم إليه نفس الكلام. فهو صرف في نفسه، صرف في نفسه الوجود. هذه المقدمة. صرف إلى صرف في نفسه وصرف الشيء، هذه المقدمة الثانية، لا يتثنى ولا يتكرر. قدم ذلك، بين ذلك قبل أن يدخل في الاستدلال، يعني بين المقدمة بأنه بطلان كل ما يفرض غير له. هذه وأصالة حقيقته الواحدة، كلتا القضيتين، القضية الأولى أصالة حقيقة واحدة وبطلان كل ما يفرض غيرا له، هذه ما نتجت كلتا المقدمتين، ينفي عنه كل خليط داخل فيه منضم إليه. فهو صرف في نفسه وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فكل ما فرض له ثانيا عاد أولا. عاد أولا بأي شيء؟ عاد أولا بأنه ما فرضته ثانيا لا يمكن أن يكون ما به تصغر ما به الاشتراك، لا بد أن يكون هناك ماذا؟ فرع الكثرة ماذا؟ الامتياز. إذا كان هناك امتياز فهو ماذا؟ فهو غيره، وغيره لا وجود له. تقول لي لا يوجد امتياز، ماذا؟ فكل ما فرض له ثانيا عاد أولا نتيجة ما تقدم كما بينا، وإلا امتاز عنه بشيء غير داخل فيه أو خارج عنه. غيره ولا امتاز عنه بشيء غيره غير داخل يعني غير الوجود الأول. نعم. خب جيد، على الأقل هو نتيجته واحدة، نفسه نتيجته واحدة. قد لا هنا طبعاً نسخ تلك متأخر. على كل غيره طيب، وإلا انتزع عنه بشيء، يعني إذا كان ثانيا لابد أن انتزع عنه، لأن الكثرة ماذا؟ فرع الامتياز. غيره بشيء غيره على تلك النسخة، غيره داخل فيه أو خارج عنه. طبعا داخل فيه فرق بينه ماذا؟ خارج عنه، خارج منه خارج عنه، ونفس الشيء نتيجة واحدة. هنا في عنه هناك عندك منه، خارج منه وخارج عنه، لازم نتيجة واحدة. خارج من وجوده عنه داخل خارج. وإلا امتاز عنه بشيء غيره، هذا الغير الذي امتاز به هذا داخل فيه في وجود في أي شيء أو خارج عنه، والمفروض انتفاؤه. الامتياز بأي شيء، هناك امتياز بينهما على الأقل، صحيح؟ وهذا الامتياز في نفس الوقت الذي تقول هو يمتاز في وجود آخر عن هذا الوجود، ماذا؟ ليس موجودا في ذلك، إذا خارج عنه، خارج عنه. وهذا الوجود الثاني الذي تفرضه فيه هذا الامتياز، إذن غيره داخل فيه. عارف كيف؟ أين بشيء غير داخل فيه، يعني غير الوجود داخل فيه. ماذا؟ في الوجود الثاني؟ نحن نقول حقيقة الوجود واحدة مشككة، وجود عندنا وجود ووجود وحقيقة واحدة وجود، صحيح؟
تقول هذا يمتاز بشيء عن هذا، صحيح؟ هم هذا ما يمتاز به ذاك فاقد له، إذا الحقيقة خارج عنه عن هذا، ما عند هذا حقيقة خارج عن هذا، خارج يمتاز عن الوجود، والنتيجة هما واحدة، وجود واحد، وهذا الموجود فيه هو ما امتاز به عن وجود الآخر، إذا غيره داخل فيه. فلتصور عقلك كيف وجود ووجود، هذا الوجود يمتاز، أترك هذه، هذا الوجود يمتاز عن هذا الوجود بأي شيء، امتياز، وامتيازه بغير الوجود لابد أن يكون، لو كان امتيازه بالوجود لرجع كلاهما أيضا واحد، ليه؟ لعدم خروج الوجود الثاني عن حقيقة الوحدة المشاركة. ولا إذا لابد أن يكون الامتياز بغير الوجود، الامتياز بغير الوجود، هذا الامتياز هو نفسه ما يمتاز به عن وجود آخر خارج عنه، خارج عن هذا الوجود، ليس الوجود. وماذا داخل بما أنه واجد لهذا الامتياز داخل فيه، يعني الامتياز المحل هو خارج عن وجود لأنه غير الوجود، و داخل فيه لأنه ماذا؟ هو الذي يميزه عن الآخر، داخل فيه هو الذي يميزه عن الآخر. واخذ أعوان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.